دعوت في المداخلة إلى تحويل الاحتجاجات والحركات الفئوية والقطاعية والمناطقية إلى حراك وطني جامع، حراك مجتمعي. طبعا هذا هو الدور الطبيعي ديال الجماعة. الجماعة عندها واحد الاختيار مبدئي، هو أن المؤسسات هي مؤسسات شكلية غير ذات تمثيلية بدون اختصاصات حقيقية، وحتى الاختصاصات اللي عندها ما عندهاش الإمكانيات باش تمارسها، أو حتى الاختصاصات اللي عندها تتمارسها أحيانا مؤسسات أخرى اللي عندها إمكانيات أكثر. فبالتالي الوضع الطبيعي بالنسبة للجماعة والاختيار ديالها هو أنه الرهان ماشي على هذه المؤسسات، ولكن الرهان على الشارع وعلى المجتمع، ماشي على المنتخبين. لما تنقولوا هذا هو الرهان، عندنا فيه تجارب، لأنه ربما الربيع العربي كله إذا كانت عنده شي خلاصة مهمة جدا، هو بين بأنه محدودية الاشتغال من داخل هذه المؤسسات، وحقق نتائج كبيرة جدا. النتائج إلى ما استمراش ربما لأخطاء ديال الناس اللي كانوا في الحراك، أو ربما أحيانا ديال الظروف الإقليمية، أو ربما الناس اللي نجحوا على الحالة المغربية ما بقوش أوفياء المطالب أو الشعارات اللي طلعوا من أجل هالانتخابات، سرعان ما بدأت إكراهات أخرى أو لا أولويات أخرى. فوضع طبيعي الجماعة أنها دائرة الاحتجاج وفي الشارع والإكثار من الاحتجاجات إلى غير ذلك، لأنه هذا هو الخيار الوحيد أمام الشعب وأمام القوة اللي مقصية باش أنها تفرض جدول العمل الحقيقي داخل المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.